فعاليات الحملة التحسيسية للوقاية من حوادث المرور باشرت مصالح أمن ولاية الطارف مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف في فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التحسيسية الموجهة للمركبات وحافلات نقل المسافرين للمسافات الطويلة والتي تتزامن مع تنقلاتهم أثناء عيد الفطر، أين تم إعطاء إرشادات وتوصيات للوقاية من حوادث المرور أثناء تنقلاتهم.